فترة التوقف وفي جانب من المباريات الذي يخوضها الأهلي قبل العودة إلى دور يعود للزمالك من جديد ويسجل هدف الثاني التقدم. يبدو فيجا أيضا شارك في أرضية لصالح الزمالك. إيبانيز تمريرة الرد على طول للأمام على الجهة اليسرى، المحاولة ما زالت أهلوية. تغيير اتجاه اللعب بشكل ممتاز، وفي هذه البطولة مسألة الانسجام، تطبيق التكتيكات، تفادي الأخطاء. شهدنا خطأ إيبانيز اللي كلف الفريق الأهلاوي هدف ثاني، وبالتالي إعطاء فرصة للأسماء الشابة. وما هو الحال للزمالك الآن في اليمين؟ العرضية تأتي، الإبعاد بمبدأ الأمان والسلامة، الكرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب إلى المباراة حتى الآن يتأخر بهدفين في هذه المباراة الاستعدادية الودية في واحدة من المباريات الذي يخوضها. لقطة حلوة للأهلي، لقطة حلوة للراقي في اللقطة الماضية، قلعة وسيطرة على مجريات الشوط الثاني. الكرة بتعود بعرض الملعب من جانب سعد في الشوط الثاني. كرة بتعود الآن، كرة وإمكانيات ماكسيمان بعد نزول لأرضية الملعب لصالح القلعة البيضاء، بحث عن انتصار. نتكلم عن الزمالك اللي عنده 14 دوري وأيضا 28 كأس مصر، أيضا فاز بكأس السوبر المصري من أجل إعلان بطل في الدقيقة الأخيرة من أجل تدوين اسمه ضمن المشاركين والمتواجدين في نهائي كأس